فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: مع الكثير من الطلبة هذا الكتاب وعليه تعليق لأحد من حقق هذا الكتاب، فقال: للعلماء رحمهم الله تفصيل حول الحلف بغير الله، قال: فإن كان حالفا بغير الله سهوا دون أن يعقد قلبه على حلفه فهذا لغو على فاعله أن يستغفر الله تعالى. كلام هذا هو اللغو، لا يجوز هذا ولا يسمح للناس بالحلف بغير الله. يقول هذا لغو وأنا ما قصدت، ما يفتح لهم هالباب. هذا ما أذكر أن أحد قاله من أهل العلم إلا هذا المتطفل. نعم.